السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة. دلوقتي شيوخ السلفية دايما بيتهموا الصوفية بالضلال، ونفس الوضع للصوفية ايوه، بيتهموا شيوخ السلفية بالضلال. وانت ايه اللي دخلك بقى الصوفية والسلفية؟ مش ليك، انت مسلمة؟ أيوة الحمد خلاص لله. خليكي مع كتاب الله وسنة رسول الله واسم مسلمة، ولا تدخلي في سلفية ولا في صوفية. خلاص، مش انت مسلمة، تعرف القرآن والسنة، خليكي مع القرآن والسنة. ها، ولا عايزة تسيبيهم وتروح الحاجة؟ لا طبعا، خلاص خليكي مع القرآن والسنة وما تتعبيش نفسك. بس طيب. اللي يقول بقى مدد يا بدوي، ايه رأيك فيه؟ لا لا، انا مش مع الحاجات دي. ما انا بسألك سؤال بقى، يعني واحد بيسأل غير الله من الأموات، يقول لي يا فلان الواد بيمتحن نجحه، لك مية لك مني خروف، ايه رأيك في كده؟ لا يا شيخ، انا مش مع كده مش خالص. مع كده خالص، يبقى خلاص احنا مع الكتاب والسنة، وده اللي يكفيك. تمام، شكرا. ألف سلامة يا عروسة.